أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو رأي فضيلتكم في الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الدراسة الابتدائية؟ وهل هذا الفعل مستقبلا جائز؟ وما رأيكم بخصوص الاختلاط في الكليات مثل كلية الطب، سيما أنه يوزع استبيان بهذا الخصوص في الثانوية والكلية؟ علماؤنا وفقهم وفق الله الحاضرين منهم ورحم الميتين، لما أرادوا فتح مدارس للبنات عزلوها، عزلوا مدارس الإناث عن مدارس الذكور، وكونوا لها رئاسة خاصة، كل ذلك محافظة على الإناث ومنعا للاختلاط. فيجب السير على هذا المنهج من الابتدائي إلى الجامعة، يجب السير على هذا المنهج السليم، وهو عزل الإناث عن الذكور ابتعادا عن الفتنة، وهذا هو منهج الإسلام، لا تجوز مخالفته لا في الابتدائي ولا في غيره، لأن الابتدائي أساس لما فوقه، فإذا وجد فيها الاختلاط انتشر فيما في المراحل الأخرى، فيجب منع هذا الشيء من الأصل وعدم السماح به. وهذا ما درج عليه أهل العلم وولاة الأمور في هذه البلاد، وامتازت هذه البلاد ولله الحمد بهذه بميزات كثيرة ولله الحمد، لكن منها عزل الإناث عن الذكور في التعليم من الابتدائي إلى الجامعة.